ناشونال انترست تقريرا حول امتلاك السعودية ترسانة أسلحة متقدمة تستطيع من خلالها سحق أي خطر أو عدو يواجهها لا سيما إيران. المجلة الأمريكية أشارت إلى أن السعودية قادرة على خوض وتدمير خصمها في حال وقوع أي مواجهة أو حرب بخمسة أسلحة لديها فقط، وفي مقدمة هذه الأسلحة مقاتلة F-15 المدرجة ضمن سلاح الجو الأمريكي منذ عقود، والتي تمتلك الرياض نحو 300 منها. هذه المقاتلات قادرة على تنفيذ هجمات على أهداف بعيدة بدقة عالية وبدون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. السلاح الثاني الفتاك الذي تحدثت عنه المجلة هو قنابل بيبوي 5 البريطانية. قنابل دقيقة التوجيه يزيد وزنها عن 230 كيلوغراما. تعد هذه القنابل من أكثر القنابل تطورا، ويمكن لمقاتلات F-15 أن تحمل أعدادا كبيرة منها. ناشونال انترست لفتت كذلك إلى القوات السعودية الخاصة المدربة والقدرة المالية الضخمة لدى الرياض، كونها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر ميزانيات الدفاع بحلول عام 2020. طب يلا بعتوه مع القرداحة. هي سلاح السعودية، ما هي القرداحة أخطر على السعودية من إيران. الشهر الأسد ومدينته القرداحة وطرطوس في هذا المجال أخطر بكثير من إيران. إيران بعيدة، سوريا أقرب، القرداحة أقرب. 7 سنوات قرداحة تدمر بالمسلمين وأنتم ما عم تعملوا شيء. في القضية تهم التخابر مع دولة اضرب القرداحة ارتكاب أعمال عدائية بغية.